بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للخصاص الذي يعرفه وتعرفه مراكز تحقن الدم، ينظم الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم بالدار البيضاء حملة وطنية من أجل التبرع بالدم في الأوساط العمالية والنقابية. وبالطبع هذه الحملة هي الأولى من نوعها، وسنعيدها للمرة الثانية والثالثة وكلما أتيحت الفرصة، وكذلك على الصعيد الوطني في كل المقرات ديال الاتحاد المغربي للشغل. ومن خلال المنبر ديالكم أوجه نداء حار إلى الطبقة العاملة المغربية من أجل الذهاب والتبرع بهذا الدم، لأنها عملية تدخل في إطار التضامن الوطني، والعمل النقابي يعتبر التضامن في طليعة المبادئ. وشكرا. دكتورة أمل داريد، مديرة المركز الجهوي لتحقن الدم جهة الدار البيضاء سطات. إذا كعادتنا وعادة المركز البحث عن قطرة الدم لإنقاذ الأرواح، اليوم بتنسيق مع اليو ام تي الاتحاد المغربي للشغل درنا واحد الحملة اللي هي حملة كبيرة اللي غادا تكون إن شاء الله يعني الفرصة أننا نقدروا يمكن نجمعوا حتى ل 400 ديال المتبرعين بإذن الله، ونتمنى أنها تكون يعني شراكة دائمة باش نبداو نعاودوها جوج أو ثلاثة المرات في السنة، لأن كما تتعرفوا جهة الدار البيضاء الكبرى هي أكبر جهة على الصعيد الوطني اللي فيها استهلاك كبير جدا، يفوق ثلث الاستهلاك على الصعيد الوطني، وبالتالي هذاك الاحتياج ديالنا ديال 600 كيس في اليوم كيخصنا هذه الشراكات اللي كتكون شراكات دائمة، وهي فرصة أيضا أننا يعني نعطيو واحد النداء لجميع النقابات الأخرى باش تحدوا حدو الاتحاد المغربي للشغل، وتكون هي يعني عندنا هدف واحد وهو قطرة الدم لذاك المريض اللي محتاج للقلب الدم. إذا هذه مسألة معروفة على الاتحاد المغربي للشغل، هو تلبية النداء، واليوم احنا جد جد سعيدين بهذا يعني هذا التكاتف اللي شفنا وهذا التوافد ديال المنخرطين ديال الاتحاد المغربي للشغل، الله يكثر من مثالهم. وكيف ما قلت تكون فرصة ان شاء الله ان النقابات الاخرى تحدو حدو اليو ام تي باش ان شاء الله نكونوا كنا يعني عندنا هدف واحد وهو انقاذ ارواح المرضى. وهذه بادرة اولا انسانية، وعبد ربي كقيادي في الاتحاد المغربي للشغل جيت اليوم باش نشارك في هذه الحمله هذه ديال التبرع بالدم. ومن هذا المنبر ادعو جميع المناضلات والمناضلين ديال الاتحاد المغربي للشغل وعبرهم كل المنخرطات والمنخرطات باش يشاركوا بكثافه في هذه الحمله النبيله لانقاذ حياه الناس. هذه محطه انسانيه، انا يعني حركات فيها مجموعه ديال الامور، وبالتالي غادي نعمل على تنظيم حمله اخرى في التعاضدي ديال التعليم. ومن هذا المنبر كنبغي نبلغ النساء ورجال التعليم والمنخرطين ديال التعاضديه ديال التعليم باش نشاركوا بكثافه في شي حمله للمساهمه في انقاذ حياه الناس. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.